يقول السائل: رجل كان قد اشترى تلفازا وجهاز فيديو قبل أن يكون مستقيما، والآن والحمد لله تاب الله عليه، يقول: هل أبيع هذين الجهازين أم ماذا أفعل؟ لا شك أن التخلص منهما وإبعادهما عنك وعن أولادك أنه خير، فأن تخلص منهما بالطريقة التي تراها، لكن لا تعطيهما لمن يستعملهما في الحرام، لا تعطيهما لمن يستخدمهما في الحرام في الأغاني والمزامير نعم.